السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سنواصل ما بدأنا فيه في الدرس الماضي من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقلنا أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أن يمكن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من السجن. فأرى الله سبحانه وتعالى ملك مصر هذه الرؤيا. فبسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. نعم، رأى رؤيا أفزعته، أن البقر كان على قسمين، قسم سمان وقسم عجاف يعني هزيلة، وهذه البقرات السبع الهزيلة تأكل البقرات السبع السمينة التي فيها قوة، فاستغرب لهذه الرؤية. وأيضا رأى وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، كذلك السنابل اليابسة تأكل السنابل الخضر، سبع وسبع. نعم، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. جمع لها يعني أهل الرأي أو من كان يعني عنده علم بالرؤى في ذاك الزمن، وقال أفتوني. هل هذه فتوى عاشر؟ نعم فتوى، لأنه الآن يعني سيتكلم عن تعبير الرؤية، والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا يمكن لأي أحد أن يتكلم في تعبير الرؤى إلا إذا كان لديه علم. قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا يعني تفسرون تعبرون. سأل هؤلاء وجمع هؤلاء وسألهم. لو قال قائل طيب لماذا لم يحصل أنه مباشرة انتقل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لماذا جمع الملأ؟ قدر الله سبحانه وتعالى هذا إظهارا لعلم يوسف عليه الصلاة والسلام، لعلمه وفقه في تعبير الرؤى، لأنه كانت مباشرة عبر الرؤية ما اتضح الفضل الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يتضح ليوسف عليه الصلاة والسلام. وقال ونظير هذا ما حصل مع آدم عليه السلام، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما سأل آدم مباشرة عليه السلام حتى يظهر الله سبحانه وتعالى منقبة آدم عليه السلام. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الناس تلجأ، أول ما تلجأ إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد يعتذر. طب لماذا لم يأتي الناس أولا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يظهر له الفضل من الله سبحانه وتعالى؟ إذن الآن طلب منهم الفتوى في هذه الرؤيا، وقال لهم هذه رؤيا، وما يرى النائم، يقول ما يرى النائم في منامه ثلاثة أشياء: رؤيا صادقة، وهذه تعبر وتؤول لكن بفتوى ليس أي أحد، وأضغاث أحلام يعني أشياء تجي من الشيطان يعني كذا ملخبطة ما تجي مرتبة أبدا، طلع فوق الجبل ونزل تحت الأرض، المهم كذا. الثالث حديث نفس، يعني أيام الاختبارات اشترى في المنام أنك تختبر،
ليلة السفر ركبت الطيارة ومنعوك ولا سقطت الطائرة وهكذا، تمام. فقال لهم أفتوني في رؤياي، هذه رؤيا. ماذا قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا جزموا، قالوا أضغاث أحلام قطعا، صح، ما ترددوا لها. وهذا خطر الفتوى بلا علم. الثاني قالوا نحن عندنا علم بماذا؟ بتعبير الرؤى، أما أضغاث أحلام وهذه الأشياء ليس لنا علاقة فيها، وقطعوا بهذا وجمعوا بين الجهل والجزم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أفتى رجل لرجل آخر أنه يغتسل فاغتسل فمات، قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا عندما جهلوا؟ ولا بد إخواننا في هذه الأيام أن نسأل العلماء الربانيين. ومن أكبر خطأ في هذه الأيام أنك تسأل جوجل، والله أكبر خطأ حتى في الطب أنك تسأل جوجل، فما بالك في الدين في الشريعة. وهذه الرؤيا رآها ملك ويعني أفزعت، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه يراها حتى يبين الله سبحانه وتعالى فضل يوسف عليه الصلاة والسلام. وقلنا قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور تكون مقدمة لخروجه من السجن. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نعم، الآن بدأ يتضح الفضل ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال أرسلوني، هذا الذي نجا، وعبر له يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا في أنه يكون ساقي للملك. نعم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نعم، لأن هذه الفتوى يتعلق بها أمر كثير من الناس. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام ما قال له أين أنت؟ قلت لك اذكرني عند ربك، ها؟ ولم تذكر، صحيح أو لا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا عندما قال له اذكرني عند ربك هذا من الأخذ بالأسباب، وهو عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أخذ بالأسباب. وسيأتي معنا أنه يعني تكرر في أكثر من موضع أن الناس يقولون ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه من المحسنين ليس من المسيئين، ف لم يذكر له هذه المسألة ولم يعنفه. نعم. قال فالآن بدأ يعبر يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا التي رآها الملك. نعم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تزرعون سبع سنين دأبا يعني متتابعة متتالية، و زاد على الرؤيا بأشياء كثيرة، وهذا يدل على فقه عليه الصلاة والسلام، وأنه آية ليوسف عليه الصلاة والسلام تعبير الرؤيا الرؤى. فتزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني لا تخرجوه. لماذا؟ حتى يعني يحافظ على ما فيها أولا، ثم حتى لا تكون عرضة للاستعمال للأكل.
طيب فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هذه في السبع السنين التي يعني يكون فيها الخصب. ثم بعد هذا نعم، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون يعني تمنعون، امتنعوا من أكله واستعماله. نعم، فعبر الرؤيا إلى هنا انتهت رؤيا الملك، لكن هو نظر إلى أن سبع سنين فيها رخاء والسبع سنين فيها جذب، وأن القحط هذا والجذب لا يمكن ينتهي إلا بسنة فيها يغاث الناس، يعني يكثر تكثر فيها الغيث يعني الأمطار والسيول، ويزيد تزيد حاجة الناس حتى يعصر الثمار. نعم، وقال الملك ائتوني. لا قبل أعيدها الآية يعني؟ لا باقي. طيب. ثم يأتي بعد ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تمام، إذا نحن ليس لنا دخل بتعبير الرؤى، صحيح. نعم، كل إنسان لابد أنه يقف عند العلم الذي يعني الله سبحانه وتعالى علمه إياه، لا يزيد ولا يفتي كما حصل من هؤلاء الملأ. نعم، وقال الملك ائتوني به. الآن اتضح أن هذا الذي في السجن، هذا الرجل له علم وله فضل وفاق هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه أنه لو كان مكان يوسف عليه الصلاة والسلام وجاءه الداعي لأجاب، لكن هذا من صبره عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام من صبره وحكمته وعلمه أنه ما أجاب حتى تظهر البراءة. نعم، فعندما جاءه الرسول نعم، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك يعني إلى الملك، إلى سيدك. نعم، إن ربي بكيدهن عليم. فرجع إليه وجمع الملك النسوة وبدأ السؤال. نعم، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وقلنا هذا هو المحكم، ولا يمكن أن يظن بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شيئا مما يعني يأتينا من بني إسرائيل الذين تعدوا على الأنبياء عليهم السلام بالقتل والسب، حتى أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يسلم منهم. ما علمنا عليه من سوء، لا قليل ولا كثير. ولماذا تلتفت إلى قول البعض عندما يأتي ويقول وهم بها؟ وقد تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا هم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا نشك أبدا طرفة عين أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يفكر في الفاحشة. نعم، قال قالت امرأة. تعيد مرة أخرى. طيب أبدا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. الآن انتهت المسألة الأولى، النسوة، بقي الذي تدعيه امرأة العزيز. نعم، فقالت
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت أنا راودته عن نفسي، الآن حصحص الحق يعني الآن ظهر وتمحص الحق، وأرادت أنها تعلن أمام الملأ أنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى، وأثر فيها هذا الموقف الذي كان من يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. نعم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من الذي يعلم؟ هل العزيز أو ليعلم يوسف عليه الصلاة والسلام؟ للمفسرين قولان في هذه، منهم من قالوا أن حتى يعلم زوج هذه المرأة وهو العزيز أنها لم تفعل الفاحشة، والقول الثاني والبعض يرجح هذا القول ذلك ليعلم يوسف عليه الصلاة والسلام أني لم أخنه بالغيب، يعني في حضوره وفي غيابه حافظت عليه لم تذكر بسوء. وقد تقدم معنا قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني امتنع غاية الامتناع، ثم عندما أظهرت لهم جمال يوسف عليه الصلاة والسلام الظاهر، قلنا عندما أدخلته عليهم أظهرت لهم، قالت لهم ليس هذا فقط بل ليوسف عليه الصلاة والسلام جمال في الباطن، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، جمال في الباطن، هذا في حضور يوسف عليه الصلاة والسلام، وهنا ليس بموجود، فذكرت هذا حتى لا تتعدى عليه في حضوره ولا في غيابه. نعم، وتابت إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وما أبرئ نفسي، حتى لا يظن بها أنها يعني الآن تتفاخر وتتعالى وكذا، قالت وما أبرئ نفسي. نعم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي، ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، إن ربي غفور رحيم. الغفر هو الستر مع التجاوز، ورحيم سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. نعم، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن بدأ يتشوق الملك لرؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، أستخلصه لنفسي يعني أجعله من خاصتي. نعم، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندما جاء يوسف عليه السلام وتكلم مع الملك زاد الملك في الرغبة في يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إنك اليوم لدينا مكين، يعني يمكن لك عندنا ونؤمنك على ما عندنا. نعم، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعض الفقهاء يقف هنا ويقول هل هو يعني طلب الولاية أو كذا؟ يا أخواننا
تقدم معنا أنه ما يمكن أن نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأدنى كلمة. والإنسان إذا عرف من نفسه أنه أحق الناس بهذا الموضع يتقدم، وليس هذا من حب الرئاسة أو حب الظهور. الآن إذا اجتمعنا في مجلس فلان وفلان وفلان وأقيمت الصلاة، من نقدم؟ تفضل تفضل تفضل. يقول الشيخ بن عثيمين هذا خطأ رحمه الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا تعلم أنت أقرأ القوم ما تكلم أحد، تتقدم، استوى، الله أكبر. هذا حب رياسة؟ لا، تعرف من نفسك أنت أحق الناس بهذا الأمر. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الملك إني حفيظ أحفظ ما الداخل والخارج وأراعي حقوق هذا المنصب وأنا أكفأ الناس لهذا المنصب، ولو وجدتم من هو أكفأ مني غيروني، يصح هذا أو لا؟ إذن هذا ليس من التقدم وحب الرئاسة وما إلى ذلك وحب الإمارة. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن فضله، ولا نضيع أجر المحسنين، بل هو سيد من سادات المحسنين عليه السلام. نعم. قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. حتى لا يتطلع الإنسان للدنيا وينظر إلى الآخرة والإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال والعاقبة للمتقين. حصل ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم الآن الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض. نعم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نعم، تعرف عليهم، هم لم يتعرفوا عليه لأنه طول الزمن وتغير وهو في هذا المنصب أصبح الآن عزيز لمصر، فأنكروا، يعني ما عرفوا أنه يوسف عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل طيب لماذا كانت هذه الأحداث؟ صح، الآن دخلوا عليه وماذا جهزهم بجهازه، ثم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم بعد هذا جاءوا بالأخ، ثم الأخ وضع السقاية في رحل أخي، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم سارقون، رجعوا وأتوا رجعوا وأتوا. طيب لماذا لم يحصل من أول الأمر قال لهم فعلتم 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 وأتوني بأبيكم ويأتوا وتتحقق الرؤية وانتهى الأمر، صح أو لا؟ ها، يقولوا أن هذا يعني هذه الأمور حدثت بتقدير الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يتكلم إلا في آخر الأمر ابتلاء ليعقوب عليه السلام. وسيأتي معنا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام في كل موضع وفي كل يعني موضع في هذه السورة يذكر الله سبحانه وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا من أول موضع الآن سيأتي بإذن الله، سنعرف أن الابتلاء يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أمر كتبه الله سبحانه وتعالى. نعم. الله يوسف عليه السلام قالوا أنه وضع يعني حافظ على الزروع وزرع كثير من أراضي مصر ووضع برنامج، يعني لأن الجدب والقحط يحتاج إلى حفيظ عليم، فبدأ يعني يصنع هذه الأمور. ويأتي أي إنسان أي أحد يأتي
له مؤونة حمل بعير وليس له أكثر من هذا. وبلغ يقول القحط والجدب حتى بلغ أرض فلسطين، وهناك يعقوب عليه الصلاة والسلام وإخوة يوسف عليه السلام. نعم، قال: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. نعم، سألهم وعرف منهم أن لهم أخ، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ويكون لهم حمل بعير زائد. نعم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هذا ترغيب منه لهم، وأيضا استعمل معهم الترغيب واستعمل معهم الترهيب، فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نعم، هذا الترهيب. نعم، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نعم، يعني ذكروا أن المشكلة أن له أب متعلق به، خاصة بعد أن فقد يوسف عليه السلام. نعم، قال: وإنا لفاعلون، سنفعل ونأتي به. نعم، بإذن الله. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. البضاعة يعني الثمن الذي يشتروا به المونة المؤونة، فاجعلوا بضاعتهم في رحالهم. طيب لماذا ما قال لهم خذوا هذه المؤونة وخذوا المال الذي تشتروا به؟ ها، لماذا؟ قال: هذا فيه من إحسانه، وأنه ما أراد أن يعني يترفع عليهم ويعطيهم، فوضع هذه في رحالهم، قال: لعلهم إذا رجعوا. هذا قول. والثاني يزيد على هذا، أنه يعني إكراما لهم صنع هذا. الثاني أنه خاف أنهم لا يستطيعوا الرجوع، لأنه ما يجدوا، قد لا يجدوا شيئا يشترون به، فما يستطيعوا الرجوع مرة أخرى. ولهذا في المرة الثالثة قالوا: جئنا ببضاعة مزجة، يعني هذه البضاعة، هذا الثمن لا نستطيع نشتري به، خذ هذا القليل ويبقى يعني شيء تصدق علينا. تمام؟ اي نعم. فأعطاهم يقول لسببين، وضعها في رحالهم حتى يجدوا ما يشترون به ويرجعون المرة الأخرى، الثانية حتى لا يترفع عليهم ويحصل لهم بهذا شيء. نعم، قال: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. من العجب أن يعني بعض الناس في هذه الآية قال أن اسم أخو يوسف عليه السلام نكتل. نعم، قال: نعم، يعني وهذا يعني عدم الرجوع إلى العلماء ولا كتب التفسير. نعم، وإنا له لحافظون. الآن عرضوا على أبيهم هذا العرض وانتظروا الجواب منه. نعم، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: هذا الأمر قد تكرر منكم وأنتم لم تفوا بالأول، وتذكر ما حصل معهم مع يوسف عليه السلام،
لكن يقول ابن سعدي رحمه الله كأنه لان لهم، قال فالله خير حافظ، كأن هنا بدأ يلين لهم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقلنا دائما في كل موضع يذكر فيه يعقوب عليه السلام يذكر الله سبحانه وتعالى، نعم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ لي هؤلاء، نعم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، إذن أخذوا الميرة ورجع إليهم المال الذي اشتروا به، قالوا يا أبانا، نعم، قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، يعني زيادة على الميرة التي تكون لهم يزيد بنيامين بواحد 11، تمام، ذلك كيل يسير، يعني أمر سهل الآن، رجعنا ومعنا ما اشترينا به ونرجع مرة أخرى الآن بزيادة واحد، نعم، هذا أمر سهل يسير، نعم، ذلك كيل يسير، نعم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، نعم، يعني هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب، فأخذ بالأسباب وأخذ منهم المواثيق والعهود على أن يأتوا ببنيامين معهم ولا يتركوه، نعم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يقال أنه خاف عليهم من العين لأنهم أبناء لرجل واحد وفيهم بهاء وحسن، فخاف عليهم وأرادوا أن يدخلوا من أبواب متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد، نعم. وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا فقط أخذا بالأسباب، وإلا كل ما قدر الله سبحانه وتعالى سيقع، نعم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، نعم، توكلت ومن التوكل الأخذ بالأسباب، فهو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، هذا من الأخذ بالأسباب أن يدخلوا من أبواب متفرقة، فعلوا هذا، نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا ثناء على يعقوب عليه السلام أنه يعني عندما قال لهم، وهذا يعني الذي حصل لا يغني عنهم من الله شيئا، لكن لذو علم، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى يعقوب عليه السلام من العلم، ومن الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس حتى وإن كان لديهم علم فهو علم قاصر، نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني ضمه إليه وقربه
وذكر له أنه أخوه وقال له لا تبتئس، يعني لا تحزن على ما فعل هؤلاء وأن الله سبحانه وتعالى من علينا. نعم. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، يعني ما يسقى به أو يكال به جعله في رحل أخيه. نعم، هذا من الحيلة والمكر للتوصل إلى الحق لا إلى الباطل، كما صنع سليمان عليه السلام عندما قال هاتوا السكين أشقه نصفين. هو ما أراد أن يشق الغلام نصفين، لكن أراد أن يتوصل إلى الحق. نعم، كما صنع يوسف عليه السلام. نعم، قال ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نعم، يقال أن هنا لعل هذا الذي ينادي لا يدري ماذا حصل. أيتها العير يعني عمم ولم يحدد إخوة يوسف عليه السلام. نعم، إنكم لسارقون، إذن هناك الآن سرقة حصلت. نعم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. السارق لا يرجع، السارق يفر، صح؟ عندما أقبلوا هذا دليل أنهم ليسوا بسارقين. ثم لم يقولوا ماذا سرق، فهمت؟ قال ماذا تفقدوا، فقد هذا، لا ما سرقنا شيء، لأنه رجعوا إليهم. لو قالوا يعني ماذا سرق مشكلة، هذا يعني ممكن يظن بهم. قال ماذا تفقدون، هذا شيء مفقود ليس بمسروق، وأقبلوا عليهم. نعم، قال قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا المفقود ليس المسروق الآن، تمام؟ نعم، صواع الملك ولمن جاء به، لمن وجد هذا نعطيه حمل بعير مكافأة له، وأنا به زعيم يعني ضامن. نعم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ما قالوا أننا يعني ما أفسدنا وما سرقنا، قال لا لقد علمتم، يعني هذا أمر مشاهد معروف عنا في الماضي وأنتم تشاهدوا هذا عنا، ما لم نفسد ولم نسرق طيلة هذه السنين. نعم، فكيف يعني نتهم بهذا؟ نعم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أرادوا أن يكون الحكم على ما عليه يعقوب عليه السلام، دين يعقوب عليه السلام، أن السارق إذا سرق يكون ملكا لصاحب الشيء الذي سرق منه، ولا يطبق عليهم الحكم الذي يكون في مصر. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. نعم، من وجد ولم يقولوا من سرق. نعم، تبرئة لأخو يوسف عليه السلام. نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. وهذا أيضا من الحيلة، أنه بدأ بأوعيتهم ثم استخرجها، يعني هذا فيه أنه لم يسرق وهم أدخلوا هذا وأخرجوا. نعم. كذلك كدنا ليوسف عليه السلام. الآن يعني بدأت، قلنا هذه الأمور التي
يعني كانت في أول السورة، في أول الرؤيا، بدأت الآن الأمور ترجع وتتحقق. الآن رجع أخوه وقال لتنبئنهم بأمرهم، هذا سيأتي. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وقلنا هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يبادر بإخبار يعقوب عليه السلام، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قدر امتحان وابتلاء يعقوب عليه السلام. نعم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الآن أرادوا أن يدفع عن نفسهم الشبهة والسرقة، وقالوا هذا بنيامين ليس بأخ شقيق لنا، وقد سرق أخ له من قبل، حتى يدفع عن نفسهم ويضع هذا الأمر على بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. فأسرها يوسف عليه السلام في نفسه ولم يبدها لهم، ما قال لهم كذا، أو وهذا فيه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. وهذا أمر صعب يعني على كثير من الناس، أنه أحيانا يعني يصعب عليه كظم الغيظ. نعم. ولا يرد. نعم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني بما تصفون به بنيامين ويوسف عليه السلام، وما قال هذا الكلام إلا في سر، ولم يجهر لهم بهذا، لم يسمعهم هذه الكلمات. نعم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. الآن أخذوا يستعطفوه وأرادوا أنه يرجع عن هذا الأمر، وقالوا إن له أبا لبنيامين، أبا وشيخ كبير لا يصبر عنه، خاصة بعد أن فقد يوسف عليه الصلاة والسلام، فخذ أحدنا مكانه. نعم. إنا نراك من المحسنين. محسن وهو في السجن يا صاحب السجن، قالوا إن نراك من المحسنين وهو في السجن، وعندما خرج قالوا أنه لم يتغير، حال واحدة، سواء كان فقيرا أو غنيا، في منصب أو في غير منصب. نعم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لم يقل من سرق، قال من وجدنا متاعنا عنده، يعني يبرئ من هذا، وهذا من الظلم أن يؤخذ أحد بجريمة آخر. نعم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. بعض علماء اللغة وكذا قالوا أنه ما يمكن أن هذه الكلمات تكون إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى، فلما يعني لم يبقى لهم سبيل مع يوسف عليه الصلاة والسلام، تناجوا فيما بينهم، أخذوا يتكلموا الآن دون أن يسمعهم أحد. نعم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يعني الأمر الأول أنه أخذ عليكم موثق، الثاني لديكم أمر وهو التفريط في يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم الآن يزيد عليكم التفريط في بنيامين. نعم.
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم، هذا الذي ظهر لهم السرقة، وقالوا احنا لا نعلم الغيب، لو نعلم الغيب ما أخذنا بنيامين من أرض فلسطين. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وأكدوا هذا بسؤال أهل القرية وأهل العير، وإنا لصادقون. نعم، أكدوا يعني الكلام. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم، لم يصدق هؤلاء لأن لديهم يعني أمر قد تقدم وهو إخفاء يوسف عليه السلام. نعم. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الصبر الجميل الذي قلنا ليس فيه تسخط أو رفع صوت وما إلى ذلك، صبر جميل يعني دون أن يكون فيه اعتراض أو تسخط، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، جمع الجمع ثلاثة فأكثر، صح؟ من الجميع؟ الأول يوسف. ما شاء الله، تمام، الآن إجابة صحيحة. يقول الأول يوسف، وسيأتي معنا أنه بدأ بيوسف عليه السلام، والثاني بنيامين، والثالث الأخ الأكبر الذي بقي في مصر. نعم. إنه هو العليم الحكيم. عليم حكيم، يضع الأشياء في موضعها. نعم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذه الحادثة جددت عليه الحزن الأول والشوق الأول والحب الأول الذي كان ليوسف عليه السلام. نعم، لكن يعني ظهر عليه هذا في بالبكاء، وظهر عليه هذا في الباطن، يعني كظم هذا الأمر. نعم، لم يظهروا لهم. نعم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرضا يعني لا حراك فيه، وقالوا ما زلت تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني مهما حصل حتى ولو كان لا حراك لك أو يأتيك الموت. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا يعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي، يعني الذي أظهر، وحزني إلى الله لا إليكم، لا أشكو للخلق، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا يعلم؟ قال أعلم من الله أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والآن يأتي الله سبحانه وتعالى بالبعيد قبل القريب. قال انفرجت الأمور، خلاص انتهى الأمر، صحيح؟ لأنه قال لهم بعد هذا وأعلم من الله ما لا تعلمون، بعد هذا ماذا قال لهم؟ نعم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. المفروض يقول تحسسوا من بنيامين، هو القريب، ويوسف الله أعلم عليه السلام أين هو، صحيح؟
لا أدري عنه. قال لا، الآن يأتي الله سبحانه وتعالى بالبعيد قبل القريب، وفرج الأمر، وأعلم من الله ما لا تعلمون، من يوسف أخيه، ولا تيأسوا من روح الله من رحمة الله. لأن الذي يقنط من رحمة الله هو نسأل العافية والسلامة ما عرف الله، ولا عرف أسماء الله سبحانه وتعالى ولا صفاته ولا موجب حمده وحكمته ورحمته. ولهذا كان الكافر يعني يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أما المسلم المؤمن الموحد دائما يتفاعل ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل. يعني ما يمكن أن هذا المال يساوي ما تعطينا إياه، ليس معنا مال يكفي، فنريد أن هذا الذي جئنا به المزجاة يعني القليل ولا يكفي، أن تعطينا الميرة كاملة وتتصدق علينا. ولم يقولوا له اتصدق علينا، لأنهم يعني أرادوا أن يعطيهم القليل ليس الكثير، وهذا فيه أنهم يعني قنعوا بالقليل. تمام. نعم. قال وتصدق علينا، إن الله يجزي من المتصدقين. المتصدقين يعني بالقليل والكثير، مفهوم؟ هم طلبوا منه القليل، ولكن قالوا أن الله سبحانه وتعالى يجزي من يعطي القليل والكثير. نعم. الآن بلغت بهم الحال إلى هذه المرحلة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يوسف عليه السلام لم يبلغهم بما بأنه هو يوسف عليه السلام حتى أذن له الله سبحانه وتعالى. نعم. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ما فعلتم بيوسف عليه السلام هذا معروف صح؟ طيب وبنيامين ماذا فعلوا به؟ قالوا أن قول أنهم يعني عندما قالوا فقد سرق أخ له من قبل، نعم تبرأوا منه. نعم والله أعلم. قال قالوا أئنك لأنت يوسف، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا يوسف عليه السلام. نعم. ألا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الآن تحقق هذا. نعم. قال أنا يوسف وهذا أخي. نعم. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ما قال هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الناس أني له أهل وكذا وهذا كذا لا، قال قد من الله علينا، تبرأ من حوله ومن قوته، والنعمة ابتلاء تحتاج إلى شكر. نعم. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم، اعتذروا له الآن عما حدث منهم. نعم، وهذا من إحسانه عليه السلام أنه قبل منهم. نعم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يعني لا الآن نقلب هذه الصفحات ونتكلم، أغلقنا هذا الباب. نعم، وهذا من إحسانه. نعم، يغفر الله لي ولكم. نعم، وهو أرحم الراحمين. نعم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا، ويقول ابن سعد رحمه الله أنه يعني ما كان سببا ذهاب بصر يعقوب عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى سببا لرجوعه. نعم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فصلت العير يعني انفصلت. عمن انفصلوا؟ يعني أول ما خرجوا عن أرض مصر يعقوب عليه السلام، وهذا آية له، شم رائحة يوسف عليه السلام وقال لولا أن يعني تسخرون مني، وحصل ما خاف منه أنه قال أجد ريح يوسف عليه السلام. نعم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني باقي على هذا الذي تعتقد أن يوسف عليه الصلاة والسلام موجود وسيرجع إليك. نعم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالبعيد قبل القريب، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. نعم، وإن مع العسر يسرا. نعم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نعم، اعترفوا الآن وأرادوا من يعقوب عليه السلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم ليغفر لهم. نعم، ولكن يقال أن يعقوب عليه السلام يعني أجل هذا إلى وقت السحر، والله أعلم، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني إلى وقت السحر أو في غير هذا الموضع، لأنه الآن يعني قريب الأمر هذا به. نعم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وما يعني قال لهم صنعتم وكذبتم وقلتم أن أكله الذئب وما إلى ذلك. نعم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آوى إليه أبويه، أي يعني ضمهما إليه و اهتم بهما وراعى يعني الأبوين ورفعهما على العرش، وهو السرير يعني الذي يجلس عليه الوزير. نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقلنا أن هذا السجود للاحترام كان في شرعهم، ليس السجود بمعنى العبادة، والله أعلم. نعم، والآن قلنا
أن القصة بدأت برؤية وانتهت بتعبير الرؤية، وحصل يعني ما عبر به يعقوب عليه السلام الرؤية، لأنه هو اللي عبر الرؤية أولا. نعم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كم سنة الآن على الرؤية هذه؟ لم ينسى هذه الرؤية، قال قد جعلها ربي حقا. نعم، والله سبحانه وتعالى حقق لي هذا الأمر. نعم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. واحدة واحدة. قال وقد أحسن بي، وهذا من علمه وأدبه، لم يقل أحسن بي وبكم، صحيح أو لا؟ نعم. قال وقد أعقل، هذا إحسان لي أنا، لم يقل أنا المحسن لكم، جئت بكم من المكان، قلنا كان في هذا الوقت في أرض فلسطين يعني ما جاءك، قال أحسن، هذا إحسان من الله لي أنا أنكم جئتم إلي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، لم يذكر هذا، تغافل. لماذا؟ لأنه وعد إخوته بماذا؟ انتهى الأمر، حتى لا يذكر هذا الأمر لم يذكر الجب أصلا. إذ أخرجني من السجن، طيب أخرجني من السجن أمام مكان اللصوص وكذا، قال نعم، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علي أن أخرجني من هذا المكان، أخرجني من السجن. وجاء بكم من المجاعة، ها؟ جاء بكم من البدو، تمام، من بعد أن نزغ الشيطان لإخوتي، ها، المفروض يقول وما صنع شيء لهم. طيب والمفروض أيضا يعني لو تغافلنا عن هذا، من بعد أن نزغ الشيطان قدم من؟ نفسه. قدم نفسه أول، بيني، يقول أنا الأول، هم إيش بعدي؟ من بعد أن نزغ الشيطان، وقال هذا ليس يعني منهم، هذا من نزغات الشيطان، بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أنه يقدر على العبد بعض الأمور وابتلاءات حتى يرفع الله سبحانه وتعالى بها. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، هو العليم بما يصلح لعباده، الحكيم، الحكم من الحكم ومن الحكمة. نعم. قال ثم دعا الآن، قال نعم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نعم، اعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل ودعا الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هو الله سبحانه وتعالى هو الولي لا غيره. نعم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا قطعا ليس من تمني الموت، وإنما أراد من الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه النعمة أنه يموت على الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب هو ليس من الصالحين، لكن تبرأ من حوله
ومن قوتي، وهذا رد على بعض الناس الذي يقول نحن كذا وكذا وكذا. تبرأ من حولي ومن قوتي وقال وألحقني بالصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام وعلى التوحيد وأن يلحقنا بالصالحين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.